السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان، في فيديو جديد كيف ديما. نحاول نتكلم مع الإخوان على، أكيد شفتوا العنوان، مازال تشي رجاوي. يمكن أنا متأكد تشي رجاوي مازال ما تقبلش كيفاش مشات ديك 17 مليار بواحد الطريقة اللي يمكن تطرح أكثر من سؤال. والغريب اكثر ان الرئيس اللي كيجي ما كيحاولش يدير واحد الافتحاص الماليه ويعرف هاد الفلوس فين مشاو. المنخرطين كذلك ما تكلموش في هذا الموضوع بتاتا، هاد الشيء تزيد الشك، هاد الشيء الاخوان تيدخل الشك وبزاف. يعني لا رجعنا للارقام، بانون كانت خدات فيه الرجاء 3 مليار، رحيمي 3.5، مالونغو 3، كوب دهراب 6، الكاف مليار ونص، مليار كانت هدية من الملك بعد الفوز بالبطولة العربية. يعني 17 مليار الإخوان مشات تحد ما تكلم عليها، تحد ما حاول أنه يبرر هاد الفلوس فين مشات، ما كاينش ردة الفعل. حاليا مازال كنعانيو في الازمه، اللعابه بزاف مشاو ليك. المهري البارح بزاف سولوني، البارح اول البارح وقع مهري دابا قريب من بركان عاطيه فيه 400. بزاف اللعابه حاليا تيمشيو للوداد ولا بركان. سؤال، حنا بعيد علينا داكشي ديال شؤون ديال بركان، منين كيجيوها الفلوس ولا هاد الصفقات الكبيره اللي كدير، وعمر ما كان عندها المنع ولا شي مشكل. ولكن الرجاء وحلات في 600 مليون ديال العالمي، هذا راه هو امر غريب الاخوان. علاش لا رجعنا شفنا الرئيس فاش تكلم؟ يعني بزاف الصفقات تحتمات، يعني هذوك 4 صفقات فيهم بريم سيناتور، فيهم كاينين لاعبين اللي فسخوا العقد وعطيتيهم، كاين اللي خرج لهم حكم نهائي وعطيتيهم. علاش وقفت القضية عند العالمي بالضبط؟ واش الرجاء كتعاقب بطريقة يعني مباشرة ولا غير مباشرة بديك الحملة اللي دار الجمهور ديال الرجاء على القشع؟ حيت جوج فرق كيديروا دابا انتدابات كبيرة مبالغ خيالية مرفوع عليهم المنع، ما عندهم حتى شي مشكل. حاليا بركان حتى تدير صفقات كبيرة وعندها شي صفقات اخرين جايين. المشكل الرجاء، واش هذا عقاب زعما من الجامعة على داك الهاشتاغ وعلى يعني داك المعيور اللي كان القجع في الفينال ديال كأس العرش؟ وانتوما عارفين داك الهاشتاغ كان تصدر ولا واحد الوقت هضرات عليه الصحافة خارج المغرب. واش هذا عقاب للرجاء؟ حيت بقيت تنفكر قبل ما ندير هذا الفيديو، وفي الاخر قلت لا ضروري نديرو، حيت هذا الشيء الاخوان كنطلب منكم انكم تناقشوا معايا في لي كومونتير، ونقدروا ان شاء الله في الليل نديرو شي لايف نتكلموا في هذا الموضوع. هذا الشيء راه ما تيبانش عادي. فكيتي شحال مشكل جاتي عند العالمي ووقف كل شيء. انا كما قلت لكم بدات بزاف ديال الامور تدور ليا في راسي، ان هذا الشيء الاخوان ماشي عادي. الصفقات كانوا قراب من كوتش وبعده من بعد. انا نعطيكم ما بعد الحوايج اللي كتدخل الشك، يعني انت تفاوضتي على اللعاب وتفهم معاك، ومن بعد تمشي تسيني فريق اخر في اخر لحظه، من بعد تعطي المبرر انه باغي يلعب العصبة ولا لا باغي يلعب الكاف.
يعني في الاول ما تفاوضش معايا، يعني في الاول فين بديت نتفاوض معاك ما تفاوضش معايا نهائيا. خويا نتوما الراجل العام الجاي لاعبين على البطوله، انا باغي نلعب على شي حاجه خارجيه سمحوا لي. لا هادشي تفاوضوا معاك وتتفقوا وتجي اخر لحظه باش انك غادي تسيني شي لعاب، يعني واحد ثلاثه ولا اربعه الصفقات في البطوله مشاو الراجا بحال هكا، تتفق معاك تتوصل لاخر لحظه تتسمعوا سينا في فرقه اخرى. ما عرفتش الاخوان واش عندي الصح ولا غلط. كنتمنى تجاوبوني في لي كومونتير، تناقشوا معايا في هذا الموضوع، واش جاكم عادي ولا لا، وشنو تيبان لكم نتوما فهاد الشيء اللي قلت. في انتظار ان شاء الله نحط لكم الفيديو يكون شيء جديد عن الانتدابات. شكرا الاخوان، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.